ولو كانت هذه الأقلية لها حق والله إحنا ما نأخر عليهم. شلون يسمونهم أقلية وهم حققوا فوز هسه أكثر من عندكم؟ مو فوز وإنما حققوا أصوات أكثر من عندكم. مستحيل مستحيل مستحيل. مرشحهم جاب أكثر من 160 ومرشحكم جاب الأوراق نحن وجدنا على قول الدكتور محمود المشهداني 26 ورقة انتخابية متلاعب بها بين حك وشطب وتغيير الأسماء. منو اللي تلاعب بها؟ ما لا نعرف. هنالك سيد محمود المشهداني قدم طلب إلى رئاسة مجلس النواب متمثلة بالسيد المندلاوي بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف الجاد على هذه الحادثة، لأن هذه حادثة خطرة. يعني لو كانت هذه الحادثة صحيحة وأثبتت عبر الأطر القانونية والمهنية لمجلس النواب فنحن أمام كارثة.